الكونفدرالية الديمقراطية الشغل أصدرت بلاغ كل المسؤولية اللي فيها رفض كل أشكال ديال التضييق على المجال الحريات بما فيها المنع ديال المسيرات التي طالت كل المسيرات الاحتجاجية في العديد من الأقاليم. واليوم أنتم كتشوفوا كما لو أن المغرب في مرحلة لحظة ديال الاستثناء. هذا الحجم ديال الأجهزة اللي فيه مظاهر ديال التخويف وديال الاستفزاز الوقت اللي المواطنين يعيشون استفزازا آخر نتيجة ارتفاع الأسعار لواحد النسب مهولة إلى حد لا تطاق ولا تسير حتى لا مستوى الأجور ولا مستوى الدخل ديال أغلبية الأجور ديال الأسر. ما يزيدنا إلا إصرار على مواصلة النضال لأن تنتظرنا معارك أخرى. والمنع خصو يطال السماصرة والتجار ديال الأزمات، خصو يطال المستغلين المستفيدين من خيرات البلاد ليس المواطنين. يعني إنهم بهذه الأساليب يقدمون صورة سيئة للمجال الحريات في بلادنا. والكونفدرالية كلها إصرار وعزيمة على ربط المطالب الشعبية بالمطالب العمالية، لأن المواطن يئن معاناة حقيقية. هناك حقائق مؤلمة لا يمكن مثل هذه الممارسات أن تغطي على الواقع ولا على الأكاذيب ديال الخطاب الحكومي اللي كله تبرير وكله إكراهات وكله إجراءات ظرفية. أزمة حقيقية، أزمة اجتماعية في المغرب، أزمة حقيقية، وعمق الأزمة هي تغييب الديمقراطية. كنلبي الدعوة ديال النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT اللي دعت هذه الوقفة الاحتجاجية. هي كانت مسيرة احتجاجية ولكن سمعنا بخبر المنع، ومع ذلك أصرينا باش نحضروا اليوم باش نعبروا على الموقف ديالنا ضد هذا الغلاء، لأن احنا كمواطنين عاديين ننتمي إلى هذه الشريحة. أنا شخصيا كنتمي إلى قطاع الخدمات التاكسيات اللي متضرر بشكل مباشر بالغلاء ديال الأسعار، اللي هو بالآن باقي كيدير 13 درهم في الحين الأسواق العالمية كيدير 75 دولار 80 دولار، وحنا باقي كنشريو 13 درهم. لماذا؟ وهذا المازوط هو اللي كيأدي لنا على باقي. كذلك كنسجلوا كما باقي المواطنين أنه ضد الحملات اللي كديرها الدولة باش تمشي عند مراقبة الأسعار وداك الشيء. لا، راه المشكل كبر من داك الشيء، راه المشكل في الشركات المحتكرة لهذا، الشركات أصحاب المازوت، أصحاب الفوسفات، لأنه كيغلوا على الأسمدة على الناس. أنا كذلك أنا فلاح وكنعرف شناهي هي المعاناة ديال الفلاح البسيط، ولهذا أنا حاضر اليوم وغنحضر غدا، لأن غدا داعي للجبهة الاجتماعية، وكذلك ذكرى المجيدة ديال 20 فبراير. للشرف نكون حاضر ولن نتخلى عن الساحات لا اليوم لا غدا. كل ما في أي جبهة وأي جهة ديمقراطية تنتمي لهذا المجتمع وعندها الغيرة على المواطن، غنكون ملبي للدعوة مهما يكون الفصيل ديالها، مهما يكون التوجه ديالها السياسي. أنا شخصيا حاضر في جميع الساحات إلى يعرف المغرب المسار الديمقراطي الحقيقي. شكون اللي يقدر يحل المشكل ديال الأسعار؟ سهلة، شكون اللي كيحكمنا؟
الا كان كيحكمنا الوزير الاول اخنوش راه هو اللي بيدو المفتاح يحط خطه اقتصاديه اللي راعي بها المواطن دخل المواطن الصغير اللي كيربح 2500 درهم 2700 درهم وكيشوف المطيشه اللي كدير 10 درهم وندوع المازوط ندوش على مطيشه غير سبب مطيشه اللي 10 درهم غدا غتولي بخمسه غدا بجوج على حساب العرض والطلب ولكن المازوط اللي هو المحرك الاساسي ديالنا المازوط اللي هو اللي عنده ملفات قديمه اللي قالها عمر بلافريج الله يجازيه بخير في البرلمان وفيها 17 مليار دولار هذه 4 سنين 5 سنين الان في شحال غتكون مليار دولار وصلات حنا اللي غادي يحل المشكل هو الفساد والفساد الاداري الرشوه الصفقات الوهميه هذا هو اللي غادي يحل المشكل حيدوا ديك الامن ديالهم حيدوا بالسم تيجي تسوفينا حنايا